بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نأخذ نوع ثاني من الزخرفة، نختار من عند الـ regular polygons. المرة راح نختار مربع، لولو أربع أضلاع، هذا اخترت مربع. الآن بدي أصل بين اللي هو قطر المربع اللي هو بين رأسين متقابلين. ها وصلت الأقطار، بعدين بدي أجيب نقطة التقاطع، نقطة تقاطع القطرين. ها نقطة تقاطع القطرين، بختار القطر ثم القطر الآخر، هي أعطاني نقطة التقاطع، هي صارت بارزة قدامي. الآن بدي أعمل عملية الروتيشن اللي هي الدوران. هاي بدي أدور الشكل كلياته حوالين هذه النقطة بدرجة، هالمرة 45 درجة أنتي كلوكوايز وعكس عقارب الساعة. طلع كيف صار المنظر، هذا يعني الكور الكور الرئيسي. الآن لو مسكنا المربع الأصلي اللي أنا بديت فيه طاث وحركه، بلاقي انه الشكل شو ماله بصير يكبر ويصغر بناء على هذا. يعني الان بدي اعمل عمليه الانعكاس. احنا اتفقنا ان نعمل بس انعكاس ودوران، شغلات بسيطه. الان راح اختار اللي هو الخطوط المتوازيه، فبدي ارسم خط مستقيم يوازي هذه القطعه المستقيمه، يمر بالنقطه اللي انا قاعد بشتغل عليها. الان سويت خط موازي. الان ببساطه راح اعمل انعكاس حوالين هذا الخط، فوجدت الشكل كله وبعمل له انعكاس حوالين هذا الخط. طلع كيف يطلع المنظر، وبستطيع اكمل بنفس الاسلوب مره ثانيه موازي لهذه النقطه مع هذا الخط، ثم ممكن اجي اعمل انعكاس كامل للمنظرين كلياتهم بهذه الطريقه حوالين هذا الخط. شو كيف، واستطيع اني اكرر وهكذا حتى انتهي. الان راح ارجع للشكل الاصلي اللي هو أنا خليته يعني بيكبر المنظر وبصغره. شوف اللي هو هذا الأصل، هذا الشكل الأصلي بإمكاني أختار إني اللي هو إني أختار من هون إني أخلي مثلا لونه أخضر مثل ما سويت في اللي قبله، وأخليه معبى يعني التعبئة تبعته إيش متكاملة. طبعا هون ممكن تصيروا تستخدموا إيش الألوان والأشياء هذه حتى يصير إيش انه نوع من التزيين او الزخرفة الجمالية، وطلع منظر جمالي كبير جدا. هيك احنا بنكون انهينا هذا النشاط.